بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فنان دكتور أحمد سعد الدين، أستاذ أنثروبولوجيا الفنون وفنون الأداء في أكاديمية الفنون بالقاهرة، مطرب ومنشد ديني، وبمثل مصر في هذه التظاهرة الثقافية الروحانية في مدينة وزان العتيقة بدعوة كريمة من الأستاذ الدكتور محمد تهامي الحراق. ومدينة وزان شرفت بتواجدي فيها أنا وفرقتي، مدينة فيها من الروحانيات الكثير، بها عدد من الأضرحة، حوالي 3 أضرحة، مولاي عبد الله ومولاي تهامي. كذلك عندما دخلنا هذه المدينة العتيقة شمنا ريحة الزيت الزيتون، لها رائحة مميزة وده ما جذبني بها. مدينة نحس فيها بالروحانيات كذلك. هذه ليست أول مشاركة لي بالمغرب، لأن أصلا دراساتي للماجستير كانت في مدينة فاس، دراسة مقارنة بين الإنشاد الديني في القاهرة التاريخية ومدينة فاس التاريخية في المغرب. كانت دراسة أنثروبولوجية بامتياز، تقابلت فيها بالدكتور تهامي الحراق وأفادني كثيرا جدا في هذه الأطروحة. وهذا الكتاب هو ثمرة هذه الأطروحة، أطروحة الماجستير، هي دراسة مقارنة في الإنشاد الديني بين مصر والمغرب، وفيها الكثير من الدراسة الميدانية بامتياز. شاركت في مؤتمر فاس العالمي للتصوف في مدينة فاس، كذلك شاركت في مدينة أسفي الساحلية في مؤتمر الدولي التأسيسي لاتحاد المبدعين المغربي. فهذه حوالي 3 مشاركة لي بالمغرب، وبتشرف إن أنا أكون بمثل بلدي مصر في هذه التظاهرة الثقافية بامتياز. شكرا لكل المنظمين على والقائمين على هذه التظاهرة الثقافية، وبتمنى من الله التوفيق وأكون جدير بهذا التمثيل المشرف لبلدي وللدولة المغرب الشقيق. مساء الخير عليكم. معكم الفنان محسن الشيمي، عازف ربابة من جمهورية مصر العربية. احنا النهارده بنشارك مع فرقه الفنان احمد سعد الدين المنشد الديني والفنان الشعبي. احنا النهارده بنشارك في مهرجان ملتقى الذكر والسمع بالدوله الجميله اخواتنا وحبايبنا دوله المغرب. فاحنا النهارده بنشارك في المهرجان، ونتمنى ان احنا يعني نبسطكم النهارده الشعب المغربي اخواتنا وحبايبنا. واحنا بنشارك النهارده مع جمهور كبير جدا، وبنقدم فقرات جميله من الانشاد الديني مع الفنان احمد سعد الدين. السلام عليكم. احمد موسى لبيب، عازف كوله من مصر، مع فرقه الدكتور احمد سعد الدين من الانشاد الديني. التقينا اليوم في حفله في مدينه وزان، حفله سماع للانشاد الديني، وانا كتير مبسوطين من كرم الضيافه والمقابله، ويا رب تكون حفله كويسه وتعجبكم. وبنحب المغرب واخواتنا، ودايما نسمع عنهم كل خير ونشوفهم مبسوطين والوطن العربي كله. ويا رب تكون حفله موفقه، وشكرا كتير لشعب المغرب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.